السلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب، هل تعاني من مشكلة في الذاكرة؟ هل لديك ضعف في الذاكرة؟ هل تحاول أن تتذكر أرقام معينة أو أسماء معينة تفشل دائما؟ هل حاولت حفظ القرآن ووجدت صعوبة بالغة وفشلت في هذا الأمر؟ اليوم سأقدم لك 5 طرق ذهبية فعلا من أجل ذاكرة فولاذية قوية إن شاء الله. طبعا أيها الأحبة، أنا تصفحت الكثير من الدراسات العلمية والأبحاث التي نشرت مؤخرا، وجدت أن الذاكرة مهمة جدا في حياتنا اليومية، مهمة لاتخاذ القرار، مهمة للتعامل مع الناس، مهمة للنجاح في التجارة أو الدراسة، مهمة في مثلا الحصول على الرزق. وبالتالي كثير من الناس يعاني من ذاكرة مشوشة، وقد تكون أسباب بسيطة أدت إلى ذلك ولكن نحن نجهلها. أول شيء أخي الحبيب، أود أن أقول لك ابتعد عن الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والدخان وغير ذلك. كل شيء مصنع حاول أن تقلل منه للحد الأدنى، بما فيه السكريات. الله عز وجل يقول لنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم. سبحان الله، كل شيء خلقه الله من غذاء، من ثمار، من خضار، فاكهة، حبوب، كل شيء، لحوم، كله فيه نفع ولا يضر إلا إذا أكثرت منه. فهنا الله عز وجل قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل شيء نزل من السماء، كل شيء كما يقولون من صنع الطبيعة، هو من صنع الله سبحانه وتعالى، فهذا دائما فيه خير وفيه نفع للدماغ وللذاكرة، ولكن بشرط عدم الإسراف، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني دائما وأنت تأكل أي مادة غذائية أرجو أن تتذكر هذه الآية. بالنسبة للذين يعانون من سمنة أو وزن زائد، وهذا أحد مشاكل ضعف الذاكرة الرئيسية على فكرة، أقول ضع هذه الآية على ورقة، اكتبها، ضعها أمامك أمام طاولة الطعام. قبل أن تبدأ بالطعام اقرأ هذه الآية، اعتبره نظام عمل يومي. مباشرة نحن نعلم أنك يجب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم على الطعام، لكي تحل البركة، ولكي تبدأ باسم الله عز وجل، ولكي تتجنب السوء والمشاكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ شأنه كله ببسم الله الرحمن الرحيم. وحتى إنه عليه الصلاة والسلام يقول بمعنى الحديث أن أي أمر لا يبدأ، أو أي أمر ذي شأن لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر، أي ناقص. فإذا أردت أن يكون طعامك نافعا بإذن الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن تأكل اقرأ هذه الآية: وكلوا واشربوا، انظر كم كلمة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. 8 كلمات بسيطة جدا. وفكر دائما وأنت تأكل أنك عندما تسرف وتأكل كثيرا أو تشرب الكثير، ضع في رأسك أنك ستخرج خارج دائرة محبة الله، إنه لا يحب المسرفين. يعني عملية الطعام أخي الحبيب، صحيح الأكل حلال، ولكن قد يكون هذا الطعام سببا في إبعادك عن محبة الله، إنه لا يحب المسرفين. يعني أنا إذا أكلت أكثر من طاقتي، الله لا يحبني. يجب أن تضع هذه الفكرة. مجرد أن تتخيل أن الإسراف في الطعام هو أمر لا يحبه الله ولا يرضى عنه، تجد نفسك
أحسست بالشبع تأتيك حالة نفسية معينة تجبرك على ألا تأكل كثيرا. الإنسان أحيانا إذا أحب إنسان مثله وهذا الإنسان طلب منه شيء يلبيه، ولو كان عكس رغبته تلبيه له. أنت ابنك أحيانا يطلب منك شيء وأنت غير قادر، تبذل جهدا لتلبية طلبه لأنك تحبه. فدائما تناول، إذن القاعدة الأولى تناول الأغذية الطبيعية وعلى رأسها الخضار الفواكه الحبوب، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى طبيعي. واقرأ هذه الآية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب، من الأغذية المهمة للدماغ أخي الحبيب أول شيء التمر، العسل، زيت الزيتون، التين مهم للذاكرة، السمك، إلى آخره. هو سبحان الله كل شيء فيه خير، كل طعام صنعه الله لم تعبث به يد البشر فيه خير وفائدة. الطريقة الثانية أو القاعدة الثانية النوم المريح. كثير من الناس ينام نوما قلقا، لا يترك دماغه ينظف نفسه أثناء النوم، يعيد ترتيب المعلومات، وبالتالي تجد أنه مشوش الذاكرة. طب كيف أنا أنام نوما مريحا في ظل هذه الضغوط وهذه الهموم وهذه المشاكل وضغط المعلومات والحروب هنا وهنا والأخبار التي يعني تجعل الإنسان قلقا وخائفا وكذا، والأوبئة والغلاء وغير ذلك؟ أنا وجدت طريقة أنني عندما أريد أن أنام أضع على الموبايل صوت القرآن، أختار سورة أنا أحبها تلامس القلب، والقرآن كله طبعا جميل، ولكن أحيانا الإنسان يمر في حالة يحتاج للمواساة. والله عز وجل أنزل القرآن يعني على مراحل، كل مرحلة تناسب حالة النبي وحالة المؤمنين ليشمل كل الحالات التي تعاني منها. يعني أحيانا إنسان يكون في حالة يأس، أنا أحب أن أستمع لسورة يوسف والأمل العظيم الذي تبعثه في النفوس، المواساة التي تقدمها لك هذه السورة العظيمة. أب يفقد أعز أبنائه ولكنه وخلال عشرات السنين لا يفقد الأمل من الله سبحانه وتعالى، ففيها مواساة كبيرة، فيها صبر، فصبر جميل، فيها استعانة بالله والله المستعان على ما تصفون، فيها نوع من الفرح أن الله أعطى مكافأة لسيدنا يوسف ومكافأة لسيدنا يعقوب. أبو يوسف رد له بصره، سيدنا يوسف أصبح على عرش الملك، وهكذا فيها مزيج من المواساة والصبر والتحمل والفرح بنفس الوقت. يعني أنا كنت أحب أن أستمع لهذه السورة، ضعها على الموبايل واجعلها تتكرر، واختر صوت مقرئ تحبه. كل إنسان له يعني سبحان الله أشياء تلامس قلبه وفؤاده، واترك هذه السورة تعمل طيلة الليل، وأنت نائم صدقني ستستيقظ في اليوم الثاني تجد نفس راحة نفسية عجيبة. ما هو السر؟ السر أن حاسة السمع تبقى تعمل أثناء النوم، وهذا ضروري طبعا لسلامة الإنسان، لأن الأم عندما تنام إذا توقفت حاسة السمع ابنها قد يموت ولا تدري، فأي همسة من ابنها تصحو ليأكل ليشرب، قد يتعرض لخطر كذا لاختناق أثناء النوم، فتصحو وتقدم له الرعاية. المهم الدماغ يبقى في حالة عمل، فدعه يعمل على صوت القرآن وهذه المعاني العظيمة. فهذه نصيحة، النوم المريح مع الاستماع للقرآن أثناء النوم. ولكي تتجنب شر الموجات الكهرطيسية أبعد الموبايل عنك تقريبا مترين، وخلي الصوت خفيف يعني بالكاد تسمع. الطريقة الثالثة يقولون، طبعا هذه دراسات علمية على فكرة، لا
تجعل دماغك كسولا. يعني العضلة إذا لم تحركها يوميا تضمر وربما تموت. فهذا الدماغ خلايا فيه 100 مليار خلية، سبحان الله، تخيل 100 مليار خلية، يعني أنت تعمل بطريقة معقدة جدا. فكيف ندرب الدماغ على قوة الذاكرة، على أن ينشط أكثر؟ أدخل معلومات جديدة كل يوم. أنا أقترح عليك أخي الحبيب أن تتدبر آية كل يوم أو معجزة كل يوم، كل يوم آية معينة، ولو مقطع فيديو شاهدته، ولكن يجب أن تفكر وتتدبر ويكون لديك تدبرك الخاص، لأن هذا القرآن لم ينزل فقط للعلماء، لم ينزل للمفسرين، لم ينزل للصحابة فقط، لا، هو نزل للناس كافة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين، حتى الإنس والجن والكائنات، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا هنا أخي الحبيب، كل يوم علم نفسك مهارة جديدة، معلومة جديدة، وحبذا لو كانت هذه المعلومة من القرآن، لأن القرآن موسوعة علمية كبيرة على فكرة. يعلمك اللغة السليمة، يعلمك حب الخير للناس، يعلمك حقائق في علم الفلك، في الطب، في البحار، في الجبال، في الآفاق. موسوعة ضخمة جدا القرآن الكريم، موسوعة علمية. كل يوم تدبر آية على الأقل أو حديث نبوي ليبقى دماغك في حالة نشاط. هذا من أحد أسباب قوة الذاكرة. الطريقة الرابعة، علم نفسك كيف تربط بين المعلومات. يعني مثلا إنسان أعطاك رقم تليفون، مثلا يعني رقم تليفون، نحن الآن نمسك الموبايل ونحفظ هذه الأرقام، وبالتالي أصبحت عقولنا تعاني من كسل فظيع. سابقا قبل وجود الموبايل وقبل وجود هذه الوسائل للتخزين، كان الناس يضطرون لتخزين هذه الأرقام في أدمغتهم، فتجد شخص يحفظ 1000 رقم هاتف بسهولة بفعل الحاجة. فدرب نفسك على حفظ هذا الرقم واربطه بأشياء أخرى. اربط، يعني مثلا أنا أريد أن أحفظ رقم فيه 99، فيه 63، فيه 114، فيه مثلا 23، فيه كل الأرقام التي ذكرتها لها دلالات في القرآن. يعني رقم 99 أسماء الله الحسنى، 63 عمر النبي، 114 سور القرآن، عدد سور القرآن، 23 مدة الوحي، فترة النبوة. وهكذا اربط الأرقام ببعضها بأشياء أنت تراها في الواقع، هذا يسهل عليك حفظ هذه الأرقام. طيب، الطريقة الخامسة والأخيرة، يقولون طبعا ممارسة الرياضة. نحن لدينا رياضة رائعة جدا هي الصلاة والمشي إلى المساجد. الصلاة على فكرة رياضة قوية جدا، لا تستخف بها. الذي يدرك ثقل الصلاة، إنسان كبر في السن ويريد أن يركع لا يستطيع، يريد أن يسجد يشعر بثقل كبير، بينما في مرحلة الشباب أنت لا تشعر بشيء. فهذه الصلاة التي هي 5 أوقات كل يوم، وإذا صليت 12 ركعة في اليوم، لأن النبي تعهد ببناء بيت في الجنة لمن صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، وهي صلوات السنن، بالإضافة لقيام الليل، بالإضافة لصلاة الوتر، بالإضافة يعني أكثر من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نصح أحد الصحابة فقال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، ونصح آخر قال وكثرة الخطى إلى المساجد. هذه الأعمال تجعلك يوم القيامة مع النبي في زمرة الأنبياء الكرام، وفي الدنيا لها فوائد كثيرة جدا. فإذا الرياضة، كثرة الخطى إلى المساجد. طبعا أنا سأقول لك، أختم لكي يكون يعني لقاؤنا يعني مكتملا،
معظم الدراسات تقول ينبغي أن تتجنب، ربما تعجب، النظر إلى النساء الفاتنات لأنه يضعف الذاكرة، يشوش. تجنب النظر للصور والمقاطع الجنسية أو الإباحية، تجنب التدخين، تجنب المخدرات، تجنب الخمر، تجنب الغضب وحب الانتقام، لأن هذا يشوش الذاكرة، لا تستطيع أن تتخذ قرار وأنت غاضب. لذلك القاضي إذا كان غاضبا في حالة غضب لا يجوز له أن يحكم لأن القرار سيتأثر. الطبيب إذا كان في حالة غضب لا يجوز له أن يجري عملية لأن كل أعضاء الجسد تتأثر بما فيها الذاكرة ومنطقة الناصية اتخاذ القرار. لذلك أخي الحبيب، هذه نصائح أحببت أن تستفيد منها إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات. وأختم بكلمة واحدة، إذا ألخص لك كل هذا الأمر، إذا أردت أن تتمتع بذاكرة قوية جدا 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 ولغة سليمة وهدوء نفسي وتشعر بالسعادة والفرح وتحل مشاكلك كلها بهدوء، احفظ القرآن الكريم. هذا من الآخر، يعني احفظ القرآن. إذا حفظت القرآن صدقني ستتمتع بذاكرة قوية، لأن أساس الذاكرة هو اللغة، هي اللغة. فإذا كانت لغتك العامية مضطربة وكمية المصطلحات والكلمات والمفردات اللغوية في دماغك قليلة، لن تتمكن من التعبير، ولن تتمكن من استحضار المعلومة، ولن تتمكن من إظهار هذه المعلومة أو إيصالها للآخرين. فاللغة مهمة جدا، والكتاب الذي يكسبك اللغة العربية القوية هو القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بحفظ كتابه الكريم إن شاء الله، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.